استاذه منى من اتفضلي. شكرا. بجد من اكتر الكورسات اللي انا عم يعني دخلتها واستفدت منها سواء كوانتيتي او كواليتي، كانت حاجه رهيبه وعاليه، والحاجات اللي هو انا فتحت لي مدارك كتير، اللي هو انا ما كنتش عارف اي حاجه خالص، فاللي هو انا ابتديت يعني اعرف الدنيا وازاي ابتدي افكر وكده. وحتى يعني حتى لو انا مش دلوقتي هشتغل فيها، يعني لسه قدامي شويه، بس عارف اللي هو ايه، يعني هقدر ارجع لها واقدر افكر تاني ممكن ادخل ازاي. وحتى في مجال، حتى لو مش في مجال التصدير او مجالات تانية، هي مفيدة جدا. وحتى الجزء النفسي انا عجبني قوي بصراحة، حاجة كده اللي هو للحياة عموما والحياة العملية، عشان فعلا الحياة العملية بتكون صعبة. وشكرا جدا وجزاك الله كل خير. أستاذ مصطفى ربنا طبعا يجازيك خير، أنا مش عارفين بجد نشكرك إزاي، مفيش كلام يوصف حجم الشكر اللي أنا عايز أشكره لك، فعلا ختامه مسك، وده ما يعتبرش كورس ولا محاضرة، دي تعتبر يعني نصيحة أخوية، وإحنا مش عارفين بعد ما نخش المجال ده هنقدر نشكرك ونرد جميلك ونصايحك دي إزاي. ربنا شكرا يا محمد. يجازيك خير ويعوضك خير دايما على كل معلومة بتقولها بإخلاص وبأمانة لكل لينا وأي جروب تاني يجي، وإن شاء ربنا الله يكرمك، نبقى دايما على تواصل بإذن الله. ربنا يكرمك يا محمد. بالعكس، ما شاء الله ما شاء الله أستاذ مصطفى، على حضرتك وعلى المحتوى الجميل، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك، بجد حاجة قيمة جدا، يعني ايوه حاجة للآخرة دي مش للدنيا فعلا. ربنا يبارك لك يا رب ويرضى لك في ذريتك يا رب. والله يا استاذ مصطفى، يعني بص جزاك الله عنا خيرا والله. كل كلمه بتقولها بمعلومه، وبجد استفدنا على مستوى الشخصي، على مستوى البيزنس، او حتى على الموضوع التصدير نفسه. انا بقالي كتير بتابع حضرتك على اليوتيوب اصلا، بس اللي هو يعني حتى برضو البرنامج، لا فرق كتير جدا بجد والله. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك عننا يا رب، وعن رزق كل حد فينا هيجي له عن طريق المعلومات دي يا رب باذن الله. امين يا رب. ما شاء الله النهارده انت يعني اضفت كتير بصراحه قوي، ربنا يبارك لك ويجزيك عنا خير بصراحه يعني. ربنا يكرمك يا استاذ طارق. تسلم يا غالي، تسلم يا حبيبي، كتر خيرك وتشكر جدا. ماشي يا استاذ طارق، ماشي يا استاذ طارق. قيمنا جدا بصراحه. يعني انا بالنسبه ليا كشاب انا استفدت من حضرتك جدا جدا جدا، وبصراحه انت شخص متعاون جدا ومحترم. انا مش عارف يعني، انا ما كنتش متوقع ان انا اخد المعلومات دي كلها بصراحه، او ان انا كنت هستفاد من الموضوع ده بالطريقه دي. انت حببتني في المجال اساسا، يعني بجد بجد احنا متشكرين جدا، وتعبنا حضرتك معانا باسئلتنا، سالنا كتير وجادلنا ياما، وانت بصراحه كنت صاحب صدر واسع يعني، والتميت الموضوع كله. احنا متشكرين جدا يا باشمهندس الشريف. يا رب يخليك يا استاذ الشاب، متشكر لحضرتك جدا. والله يا باشمهندس الشريف، انا شخصيا انضم للاستاذ شهاب. بصراحه انا كنت داخل الكورس الحاصلات الزراعيه كتكمله للكورس الكبير من باب العلم بالشيء. بصراحه يعني بعد اللي استفدته من حضرتك انا بفكر جدا ان اشتغل الحاصلات الزراعيه. بالحقيقه حضرتك من الناس النادره اللي الواحد بيقابلها في حياته والمخلصه. جزاك الله كل خير على مجهودك معانا. يا رب يخليك، كان متشكر لحضرتك جدا. احمد معتز، انا حابب اشكرك جدا يا باشمهندس الشريف. انت يعني بني ادم اكتر من محترم ومخلص جدا في المحتوى اللي انت بتقدمه لنا، وبتحاول يكون المحتوى من ارض الواقع، مش محتوى اكاديمي او علمي وخلاص. وانا متشكر جدا على تعبك معانا واهتمامك بايصال المعلومات لينا. ربنا يخليك. بصراحه انا قلت لحضرتك جدا يا باشمهندس الشريف، ويعني كفايه بس تعب حضرتك واهتمامك بان حضرتك توصل لنا المعلومه، وبجد يعني ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك اللي حضرتك كنت بتعمله معانا بجد. وان شاء الله باذن الله نرجع على تواصل باذن الله، وحببتنا في المجال وفهمتنا فيه بشكل كاننا على ارض الواقع كأنه شكل عملي يعني، بس مش ناقص غير ان احنا ننزل ونلف ونشتغل بايدينا ان شاء الله باذن الله، وده هتبقى مكمله الحلقه باذن الله. ان شاء الله. ربنا يجازيك خير يا باشمهندس. شكرا جدا. استاذ شريف انا بشكرك جدا جدا، وما اعتقدش ان في اي حد في الجروب يختلف على امانه حضرتك في ايصال المعلومه، وبتدينا التفاصيل والاسرار بتاعت كل حاجه بتحصل في البروسيس كلها من اي تو زد.
بتحاول ما تنساش أي حاجة طبعا. يعني بصراحة أنت كأننا بتخلينا كأننا عايشين معاك في الخطوات كلها. مشكورك جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك جدا.